خواص الشكل الرباعي الدائري. ايه هو اصلا الشكل الرباعي الدائري ده؟ الاول الشكل الرباعي الدائري يبقى لازم يبقى كل زاويتين قدام بعض مجموعهم 180. يعني انا رسمت لك شكل رباعي اهو، انا هعرف منين هو ده رباعي دائري ولا مش رباعي دائري؟ لو في الخواص بتاع الشكل الرباعي الدائري يبقى هو رباعي دائري، لو ما فيهوش الخواص يبقى هو مش رباعي دائري. طب هي ايه خواص الشكل الرباعي الدائري بقى؟ كل زاويتين قدام بعض مجموعهم 180 درجة، كل زاويتين قدام بعض 180. يعني لو اداني زاوية ب50 يبقى اجيب التانية ازاي؟ هطرح 180 ناقص ال50. دي أول معلومة ودي أسهل معلومة عندنا، إن الزاوية دي كده زائد الزاوية اللي قبلها دي كده ب180. يعني أنا وديتك دي ب50 وأنت عايز تجيب الزاوية التانية دي، هتطرح 180 ناقص ال50 يبقى 130. يبقى الزاوية دي بكام؟ ب130. يبقى أول خاصية في خواص الشكل الرباعي الدائري إن كل زاويتان متقابلتان مجموعهم 180. يبقى أول خاصية. كل خواص الرباعي الدائري أول خاصية، هما 3 خواص بس، كل زاويتين متقابلين، يا إما نقول مجموعهم 180 أو تقول متكاملين. كلمة متكاملين دي برضو معناها إن هما مجموعهم 180، يبقى لا اما اقول كل زاويتين متقابلين متكاملين. يعني ايه متكاملين؟ يعني مجموعهم 180. لو هو اعطاك واحده منهم تقدر تجيب التانية انك تطرحها من 180. دي اول خاصيه ودي اسهل خاصيه فيه. في خاصيه تانية بتقول ان الزاويه الخارجه للشكل الرباعي بتساوي المقابله للمجاوره. يعني هي ما بتساويش اللي جنبيها، لا هي بتساوي اللي قدام اللي جنبيها. يعني ايه اللي قدام اللي جنبيها؟ تعالى كده وليكن هعمل لك هنا زاوية خارجة، الزاوية الخارجة بتطلع على نفس الامتداد كده، فأنا عندي الزاوية اللي بره دي كده دي زاوية خارجة. الزاوية الخارجة دي بقى بتساوي مين؟ بتساوي اللي جنبيها دي؟ لا هي بتساوي اللي قدام اللي جنبيها. مين اللي قدام اللي جنبيها دي؟ يبقى بنقول الزاوية الخارجة بتساوي المقابلة للمجاورة ليها. يبقى الزاوية الخارجة هل هتساوي الداخلة اللي جنبيها؟ لا هي هتساوي المقابلة للمجاورة ليها. يعني لو دي ب70 دي اللي هتبقى ب70. حد تاني كان ممكن يجيبها لي بطريقة تانية، يقول لي والله طالما دي ب70 فأنا ده خط مستقيم يبقى دي ب110. طالما دي ب110 وانت لسه يا مس مداني معلومه ان الشكل الرباعي الدائري كل زاويتين قدام بعض ب180 فهتبقى دي ب70. احنا قلنا لك بدل ما تقعد تلف بلفه الطويله دي خلاص دي ب70 على طول، تبقى دي زيها ب70 على طول. ليه؟ هي الخاصيه بتقول كده على طول. في ثانيه هنقول انها بتساوي المقابله للمجاوره دي، يبقى قياس الزاويه الخارجه. الخاصيه الثانيه بتقول قياس الزاويه الخارجه الزاوية الخارجة بتساوي مين؟ المقابلة للمجاورة ليها. يعني ما بتساويش المجاورة، لا اللي بتقابل المجاورة بتاعتها، المقابلة للمجاورة لها. آخر خاصية ودي أهم خاصية فيه، لو في زاويتين في جهة واحدة وعلى نفس القاعدة ليهم نفس القوس أو قاعدة، بص كده أهو، أعمل حرف أعمل قطرين كده، هوصل الرأس ده كده برأس دي وأعمل قطر تاني أوصل الرأس ده برأس ده. فين الزاويتين اللي هيساووا بعض؟ هيكون لازم في جهة واحدة. الزاوية دي مين اللي في نفس الجهة زيها؟ الزاوية دي، يبقى دول بيساووا بعض اه لأنهم في نفس الجهة. طب وليه تاني؟ لأن ليهم نفس القاعدة. يعني أنا لو سميت مثلا ألف باء جيم دال، هنلاقي إن الزاوية دي كده اللي هي باء ألف جيم القاعدة بتاعتها باء جيم،
وهلاقي ان زاوية دال دي كده القاعدة بتاعتها برضو الباء جيم، عشان كده الزاويتين هيساووا بعض. طب في حد يطلع لي زاويتين تانيين بيساووا بعض على نفس القاعدة وفي نفس الجهة بنفس الطريقة؟ ده انا في عندي ناس كتير. باء وجيم، قولي في رأيك مين؟ باء وجيم. زاوية باء وجيم، اللي قصدك باء مين فيهم؟ قصدك تقول لي ألف باء دال اللي هي دي، وألف جيم دال اللي هي دي. انت لازم تحدد لي، أصل انت لو قلت باء وجيم بس يبقى انت بتقصد باء كلها وجيم كلها. يبقى فعلا الباء دي كده اللي هي الألف باء دال والألف جيم دال. ليه؟ عشان هما ليهم نفس القاعدة اللي هي الألف دال دي. طب وفي زوايا تانية على فكرة؟ ها؟ قياس اه في زاوية زوايا باء، تانية. قياس زاوية ب ده ثانية مين تاني ب ألف إيه دال ألف جيم. د ألف ج ماشي، ومين تاني؟ مين اللي بتساويها؟ به جيم. شاطر، اللي بتساوي فعلا د ألف ج ممتازة الزاوية دي كده، دي اللي هي زاوية د ب ج، لأن ليهم نفس القاعدة فعلا د ج. في اتنين تانيين، آخر اتنين حد المقابلة شافهم؟ ليهم، المقابلة للزاويتين دول. اللي هي دي كده ألف دال باء، ومين تاني؟ وألف جيم باء، دول دي ودي برضه بيساووا بعض. ليه؟ لأن ليهم نفس القاعدة ألف باء. يبقى أي زاويتين ليهم نفس القاعدة وفي جهة واحدة هنقول إن هما بيساووا بعض. ليه؟ على طول تقول له لأن شكل رباعي دائري. هو طالما الشكل رباعي دائري يبقى كل زاويتين في جهة واحدة وليهم نفس القاعدة يبقى بيساووا بعض. يبقى كل زاويتان بنقولها بقى ايه، كل زاويتان مرسومتين على ضلع من اضلاعه كقاعدة وفي جهة واحدة بيكونوا مالهم متساويين في القياس. يبقى هما دول خواص الشكل الرباعي الدائري يا شباب. يبقى ايه خواص الشكل الرباعي الدائري؟ كل زاويتين قدام بعض بيكملوا بعض يعني مجموعهم 180. قياس الزاوية الخارجة بتساوي اللي جنبيها، لا بتساوي المقابلة اللي جنبيها، المقابلة اللي مجاورة ليها. وكل زاويتين في جهة واحدة وعلى قاعدة وبيشتركوا كقاعدة على في نفس الشكل، يبقى لا هنقول على طول بما ان الشكل رباعي دائري مش لازم نقول كل زاويتين على قاعدة في نفس الشكل يبقى اذا هما بيساووا بعض. مش هنقول الكلام ده، مش هنقول كل زاويتين مرسومتين على ضلع من اضلاعه كقاعدة وفي جهة واحدة بيكونوا مرسومين في القياس. لا هتقول بما ان الشكل على طول رباعي دائري يبقى زاوية باء الف ج اللي احنا قلناها دي بتساوي زاوية مين؟ باء د ج. ليه؟ لان الشكل رباعي دائري. نستفاد بقى ده كله من ايه؟ ان احنا هنجيب بقى لو مديني عايز زوايا او عايز اضلاع. تعالوا نشوف كده. عندي ده شكل رباعي دائري هو اللي قال مش عايز يثبت، هو already قال ان ده شكل رباعي دائري، يقول لك ان ده شكل رباعي دائري. معنى ان هو شكل رباعي دائري يبقى بيتحقق فيه الثلاث خواص. ما تظهر شوية. ألف باء جيم دال، خلينا ناخد قطرين في النص. القطر هو بيتوصل بين أي رأسين غير متتاليين، هو ده تعريف القطر، أي رأسين ما بيجوش ورا بعض. عطيلك ايه بقى في الشكل ده؟ قايل ان هو شكل رباعي دائري، وقايل ان زاوية الضلع ده قد الضلع ده، وقايل ان الزاوية دي كلها ب70، وقايل ان دي س ومحتاج يعرف س دي بكام، وقايل ان الحتة دي كده الصغيرة دي ص وعايز يعرف الص دي بكام، وعاطيني ان الحتة دي ب41. بس هو ده المعلومات اللي هو عاطيهم، وقايل ان الشكل رباعي دائري. الأول كده نقدر نجيب زاوية باء ونجيب زاوية د، لان ده مثلث متساوي الساقين يبقى زاويتين القاعده قد بعض. يبقى انا اوريدي عرفت ان الزاويه دي كده قد الزاويه دي. ليه؟ من الشكل ده رباعي دائري.
مش رباعي دائري سوري، لان ده مثلث متساوي الساقين. طالما مثلث متساوي الساقين يبقى زاويتين القاعده متساويين. طب مديني الزاويه دي ب70، يبقى انا المثلث كله مجموع زوايا داخله 180 ناقص 70 تبقى 110، مية يبقى كل وعشرين زاويه من الزوايا دي يعني نقسمها على 2 تبقى ب5 وايه و50. طيب في معلومة تاني، في معلومة تانية بتقول ايه؟ ان الشكل الرباعي الدائري كل زاويتين متقابلين مالهم؟ متكاملين. يعني انت تقدر تجيب زاوية سين دي ولا لا؟ هذا اسم ليه؟ لان كل ده زائد كل ده بكام؟ ثمانية ب180. يعني قياس زاوية ب زائد واحد وثمانين نقول له كده زائد قياس زاوية د بيساوي 180 درجة. ليه؟ لأن الشكل رباعي دائري. يعني أنا هطرح 180 دي ناقص 55 زائد 55 زائد 41، هتطلع بكام بقى؟ 55 و55 110، 110 و41 تبقى 151، 151 من 180 يبقى 29 صح؟ يبقى احنا جبنا س دي بكام؟ ب29. طيب عايزين نجيب ص، قولي كده نجيب ص ازاي؟ بس هو الشكل ده معين ولا لا؟ لا مش معين، هو قال شكله بقى ده ايه؟ ما قالش انه معين. 50 لأن هي مشتركة مع الزاوية ألف باء دال في الضلع ألف دال. ممتازة صح كده. لو خدنا بالنا احنا قلنا من خواص الشكل الرباعي الدائري ان كل الزاويتين في جهة واحدة ومشتركين في نفس القاعدة. يعني بص القاعدة دي ألف دال اهي، هتلاقي ان الزاوية دي كده والزاوية دي كده الاتنين مشتركين في نفس القاعدة، يبقى ص هتساوي زاوية ب، يبقى الألف ب د الزاوية دي بتساوي زاوية مين؟ الألف جيم د. ليه؟ لأنهم مشتركين في نفس القاعدة، لأن شكل الرباعي دائري. يعني الصاد طلعت بكام؟ ب55. يبقى تاني ليه الزاوية دي بتساوي الزاوية دي؟ القاعدة بتاعتهم هي هي نفس القاعدة اهي، نفس الرأس ده، الرأس بتاع ب والرأس بتاع ج، ادي رأس ج اهي موجود على القاعدة دي والرأس بتاع ب دي موجود على القاعدة دي، يبقى اذا هما الاتنين بيساووا بعض. يعني دي ب55 تبقى دي زيها ب55. خلاص كده السؤال خلص. في حد عنده سؤال عايز تاني؟ طلعوا لي كده، حاول بنفسك واحد، حاول بنفسك واحد في الكتاب يلا في درس الشكل الرباعي الدائري. طلعوا كده بصوا لها قبل ما اطلع الصفر. اول حد كده حد عارف يجيب يقول لي زاويه سي دي هجيبها ازاي؟ انت لو خدت بالك ان زاويه سي هتساوي الزاويه دي، لان هما الاثنين نفس الراس موجود على نفس القاعده بقى جي. فانت لو عرفت تجيب زاويه دالي يبقى انت عرفت تجيب زاويه سي، او مثلا ممكن تجيب سي على طول. وعلى ايوه فكره عندك برضو بص كده الجيم دي بتساوي مين؟ بتساوي الباء على نفس القاعده. يعني انت ممكن تجيبها بطريقتين، السؤال ده ممكن يتحل بكذا طريقة. حد جاب السين بكام؟ أنا سهلتها لكم، قلت لك لا إما دي بتساوي دي ودي بتساوي دي أهي، لأن ده شكل رباعي دائري. هو الآن إنه شكل رباعي دائري نعم هي انا اجاوب ولا قولي ماشي. ماشي؟ هو دال ب على استقامة واحدة، يبقى عشان أيوه اجيب قياس ب واو الف هنطرح مية أيوة. وتمانين ناقص 112 بيساوي هي تمانية بتقول وستين ان هي بتقول ان ده كله على استقامة واحدة يا شباب، فيبقى 180 درجة الزاوية المستقيمة 180، فهتطرح ال 180 ناقص ال 112 عشان تجيب الزاوية دي. 68. تمام وبما ان قياس بما ان الف د ضلع مشترك في الزاويه الف ب د والف ج د، اذا قياس زاويه ب بتساوي 50 درجه.
تمام، دي ب50 فادي زيها ب50، ده شكل رباعي دائري. جابت دي وبما ان خلاص ب68، يبقى هجيب دي خلاص. فانا هطلع حسابات زاوية المثلث 180، يبقى 68 زائد 50. الله عليك، قالت 180 ناقص 68 زائد 50، ممتازة يا منى، أحسنتي. تطلع بقى بكام؟ 68 زائد 50 ناقص 180، مية وتمنتاشر. 62. أو ماشي، 118 صحيح، 62. اللي بعده، حد تاني غير منا بقى. هو قال لك هنا في توازي، يبقى انت هتلاقي حرف الزد او اف او يو، ما هو مش بيجيب لك التوازي ده من فراغ، اكيد مش جايب لك ان ده بيوازي ده كده وخلاص. في عندك هنا حرف الزد، في عندك حرف الاف او حرف اليو، هتدور عليه. اللي واضح قوي هنا حرف مين، حرف مين يا باسم؟ عبد الرحمن مش سامع صوتكم خالص اليوم. زد. حرف الزد اهو فعلا، إذا يعني زاوية هنزود واو ال36. ألف دال، تساوي ايوه لنا ممتاز، زي الفل. من خواص الشكل الرباعي الدائري، زاوية الجيم دي مين اللي في جهة واحدة معاها وعلى نفس القاعدة؟ القاعدة بتاع بتاع جيم اللي هي ألف باء، مين الزاوية اللي على نفس القاعدة بتاع ألف باء؟ مين اللي على نفس القاعدة يا باسم؟ عبد الرحمن. الزاوية دي ب36، زاوية جيم دي ب36 وعلى القاعدة بتاع ألف باء، مين الزاوية اللي بتساويها اللي على نفس القاعدة برضو؟ اللي على اللي نفس القاعدة هو ألف دال اهي، واو دال ألف. واو الزاوية دي دال هما الاتنين في جهة واحدة، وهما الاتنين مع بعض في نفس الجهة، يبقى دي برضو هتبقى ب36. يعني انت كده جبت زاوية دال ب36 وزاوية ألف ب36، وانت ثلاثين. عايز الزاوية سين دي، دي زاوية خارجة عن المثلث يبقى بتساوي مجموع الزاويتين الداخلتين ما عدا المجاورة ليها، يبقى زاوية س هتساوي مين؟ 36 زائد 36 يعني 72. 70. حد تاني كان ممكن يقول لي ده مثلث، هجمع 36 زائد 36 ويطرح من 180 يجيب دي، وبعد كده يروح جايب اللي بره، صح؟ بس احنا واخدين معلومة على طول ان الزاوية الخارجة بتساوي مجموع الزاويتين الداخلتين لو كان مثلث، يبقى على طول نجمعهم، نريح دماغك. أعيدها تاني، ها عبد الرحمن أعيدها تاني، مش مفهومة. اه شباب، لا يا حد مستر، عايزني على تاني؟ مثلا عبد الرحمن بيقول حضرتك المايك مش شغال. ماشي، لو مش فاهم حاجة يبقى اكتبها، يبقى شغال عبد الرحمن، كلم ولا تشغلهولك. نظرية ثلاثة، إذا كان الشكل رباعي دائريا فإن كل زاويتين متقابلين متكاملين، ما احنا قلناهم أصلا كلهم، احنا يا دوب بنطبق عليهم. تعالوا كده نحل، حاول بنفسك اتنين اللي هو هيتطبق على ان الشكل كله زاويتين قدام بعض بيكملوا بعض، يعني مجموعهم 180 درجه. طيب يا اسلام، يعني زاويه دال دي بكام؟ على طول، مش مستاهل، ده شكل بمية. رباعي دائري. هو قال لي، هو ما قالكش انه شكل رباعي دائري يا اسلام، بس هو راسم لك دايره وحاطط لك الاربع رؤوس على الدايره، يبقى رباعي دائري ولا لا؟ اكيد مش الاربع رؤوس وقعوا على الدايره، الاربع زوايا وقعوا على الدايره، يبقى رباعي دائري. قلت دال بكام يا اسلام؟ 100 80 ولا 100؟ تقول ايه؟ سما 100 100 100 زاوية دال بتقول ب100، يعني زاوية باء بتساوي زاوية دال، احنا قلنا كده ولا بنقول كل زاويتين قدام بعض بيكملوا بعض يا اسلام مجموعهم 180 درجة؟ قلت 80 والله. والله سمعتها 100، مش عارفة ازاي. ماشي 80، ماشي 80 درجة، لان كل زاويتين قدام بعض مجموعهم 180. طيب اللي بعده، عايزين نجيب الزاوية دي مركزية، واحنا بنقول ان المركزية، ها يا شباب سمعوني، باسم هي ايه علاقة المحيطية بالمركزية؟ ما هو عبد الرحمن المايك مش شغال فمش هنعرف نسأله النهارده، يبقى عبد الرحمن لما نكتب في التقرير بتاع النهارده مفيش مشاركة لان المايك باظ. ممكن اهو قول يا اسلام، ايه علاقة المحيطية بالمركزية؟ لا لا انا عارف. لا هتبقى 120 لا انا عايزة اسأل سؤال بس، ايه علاقة المحيطية بالمركزية؟ نص المركزية. بس كده قوي، وهو ده بس افهم انك فاهم. المحيطيه نص المركزيه المشتركه معاها في نفس القوس، يعني المحيطيه دي هنجيبها لو جبناها نعرف نجيب المركزيه، لان المركزيه قد المحيطيه مرتين والمحيطيه نص المركزيه.
انت تقدر تجيب المحيطيه الاول لان ده شكل رباعي دائري. دي ب 120 تبقى دي بكام؟ نطرح من 180 تبقى دي ب 60. اشمعنى طرحت من 180؟ خواص الشكل رباعي دائري، كل زاويتين قدام بعض مجموعهم 180 درجة. طرحت ليه من 180؟ عشان نجيب زاوية ألف، لأن كل زاويتين في الشكل الرباعي الدائري مجموعهم 180. ماشي. طيب جبنا المحيطية زي ما إسلام قال، تبقى المركزية قد المحيطية مرتين، تبقى الميم دي بكام؟ ب 120. طيب الشكل اللي بعده، عايزين نجيب زاوية ألف وحطيك توازي، يبقى أكيد في عندك هنا حرف الزد أو الإف أو اليو. هنا في حرف إيه منه؟ بقى جيم قول ثلاثة يا ثواني باشا، سبعين هتقول إيه؟ بقى جيم ثلاثة ثواني سبعين صح؟ 70 صح. ليه؟ لأن ده حرف اليو. اشتغلت على حرف اليو لأن دول بيوازوا بعض، معنى إن هما بيوازوا بعض إن أنا عندي حرف اليو أو حرف الزد أو حرف الإف، فمعنى إن هو حرف اليو إن مجموعهم الاتنين اللي جنب بعض 180 في جهة واحدة دول. طيب تقدر تجيب زاوية ألف ولا لأ؟ هتكون 110 110 لأن ده شكل رباعي دائري. جيب 70 تبقى اللي قدامها ب 110 عشان يكملوا بعض، يكملوا بعض يعني يكملوا 180 دول. السؤال رقم 4 مني، احنا قلنا الزاوية المحيطية المرسومة في نص دائرة مالها؟ الزاوية المحيطية بت ايه؟ بتساوي السالب. الله عليك يا منى، ممتازة بتذاكر ما شاء الله عليك. الزاوية المحيطية المرسومة في نص دائرة قائمة 90 درجة على طول، يبقى الزاوية هنا جيم بكام؟ 90 90 درجة. ليه؟ لأنها دي محيطية اترسمت في نص دايرة. طب واحد مش فاهم نسي، والله انت لو فكرت ان الف باء ده ب 180، لان الالف باء ده قسم الدايرة نصين، نص فوق ب 180 ونص اللي تحت ب 180، لان الدايرة كلها 360. فطالما دي محيطية نص القوس اللي بيقابلها يعني 90. بس طبعا احنا قلنا هتعدي علينا الزاوية المحيطية المرسومة في نص دايرة دي لحد اخر درس، وخلي بالك ما بتسيبش امتحان، يعني لو ما جاتش في الامتحان ارجع كده عيد امتحانك تاني عشان انت اكيد موجوده بس انت ما خدتش بالك منها. طيب يبقى احنا قلنا الزاويه دي بكام كده؟ 90 درجة. طيب وبعدين هنقدر نجيب حته الف الصغننه دي؟ هي الف كلها ب 50، انا عايزه بس الحته دي هنجمع 90. لا يا ناس، هي ألف كلها ب50. ايوه انا عايزه بقى الحته الصغيره دي، مش عايزه الف كلها، هو مديني الف كلها ب 50، انا عايزه جيم الف باء، انا عايزه زاويه جيم الف باء، ده اللي انا محتاجاه. ألف باء يبقى هتطلع 180 ناقص 90 زائد 65. ايوه اجمع ال 90 زائد 65 واطرح من 180 هتطلع بكام؟ ثانية واحدة، 90 زائد 65 يبقى 55، 155. 155. نطرح ال 180 ناقص ال 155 تديني 25. تمام كده انت جبتي الحته الصغيره اللي هي جيم الف باء دي ب 25، دي ب 25 وهي كلها ب 50، يبقى اللي جنبها برضو بكام؟ 25. تمام زي الفل. طب ده شكل رباعي دائري، الباء ب 65، يبقى الدال بكام؟ ثانية واحدة، الباء 65، يبقى الدال نشرح من 180 صح، لأن شكل رباعي دائري كل زاويتين قدام بعض بيكملوا 180 درجة، يبقى ب 115، يبقى الدال دي كام؟ ب 115. يبقى نجيب زاوية وعندك جيم. الألف، أيوه عايزين نجيب بقى أنا جيم. كنت أقول مثلث يبقى 180 ناقص أيوه 25 زائد 15. دي ماشي زي الفل، هتطلع 140. 140 من 180 تبقى كام؟ 40. عادة تاني يا شباب، نعيدها تاني، مش ايوه رقم 4، نعيدها تاني. طيب هاتي حاول بنفسك. 3 دي الزاوية الخارجة بقى، قلنا الزاوية الخارجة بتساوي اللي جنبيها، لا المقابلة للي جنبيها، المقابلة للمجاورة ليها، يعني زاوية بقى دي هتبقى بكام على طول؟ مش محتاجة. ها 60 واللي قبلها 120 زاوية الخارجة. طيب هو جابها بطريقة تانية، بس ما جابهاش بالخاصية اللي احنا قلناها، هو جابها بالخاصية الأولانية يعني دي 120، فراح جايب دي 60 وقال إن هما على استقامة واحدة يبقى 120. شفت عملت كده باسم؟ أيوة مستر، طيب احنا قلنا في خاصية على طول بتقول ايه يا باسم؟
ان الزاويه الخارجه بتساوي ايه؟ المقابله للمجاوره ليها، يعني دي مش هتساوي دي، هي تساوي اللي بره دي 120 على طول. طيب طريقتك صح برضو، لو اشتغلت فيها برضو صح. اللي بعده، وأي زاوية خارجة يعني يا مس تساوي الزاوية دي؟ اي زاويه خارجه بتساوي المقابله للمجاوره، يعني هي مش هتساوي المجاوره، لا هتساوي اللي قدام المجاوره بتاعتها. يعني انت لو خدت زاويه خارجه مثلا هنا كده يا اسلام، دي كده الزاويه الخارجه دي هتساوي مين؟ مش هتساوي اللي جنبيها، لا هتساوي المقابله اللي جنبيها، يعني هتساوي دي. لو انا خدت لك واحده خارجه هنا دي مثلا، دي مش هتساوي اللي جنبيها، لا هي هتساوي قدام اللي جنبيها، يعني هتساوي الالف. اللي كان بالألف. يبقى بتساوي المقابلة للي جنبيها، اللي قدام اللي جنبيها، المقابلة للمجاورة ليها. تمام. فاحنا عندنا دي زاوية خارجة، دي كلها زاوية خارجة عن الشكل الرباعي، يبقى هتساوي المقابلة، هتساوي اللي جنبيها، لا هتساوي قدام اللي جنبيها، يعني هتساوي 100. يعني كل الزاوية دي كده بكام؟ ب100. احنا عايزين دي بس، يبقى هنطرح 100 ناقص 45 تبقى ب55. طيب اللي بعده، شكل 3، الزاوية دي الخارجة دي هتساوي مين؟ مش هتساوي اللي جنبيها، هتساوي قدام اللي جنبيها، اللي هي مين؟ ميم 80 لا ألف الشكل الرباعي، الشكل الرباعي الدائري مش ميم، ميم مش على الرباعي، الألف تمام دي خارجة عن الشكل الرباعي الدائري، الشكل الرباعي بتاعك ألف باء جيم دال، ماشي؟ ماشي طيب سومي ألف هي اللي هتبقى ب80، تبقى المركزية بكام؟ 160 دي محيطية ودي مركزية. أيوة المحيطية، قلنا المركزية قد المحيطية مرتين، لأن المحيطية نص المركزية، يبقى المركزية فعلا 160. زي الفل، طلعوا لي كده الصفحة دي يا شباب، صفحة 274، الواجب هيبقى أخطر إن شاء الله. حلوا لي دول كده، اشتركوا. الواجب هيبقى من خواص الشكل، من خواص الشكل الرباعي الدائري، طالما الاتنين في جهة واحدة وعلى نفس القطاعي، طيب دي ب32، يبقى دي زيها ب32 من خواص الشكل الرباعي الدائري. طيب اللي بعديها، جبنا زاوية د بكام؟ أ د بكام؟ ب30، ثلاثين عشان هتساوي زاوية، فعلا دي هتساوي زاوية أ ج ب، ممتاز، الاتنين في نفس الجهة. طيب عايزين نجيب زاوية د مية الباقية بتاعتها دي، ها؟ مية طلعت ب100 ليه؟ وانا قلت دي مية عشان هي اللي هي زاوية بقى كلها هي لا ثانية واحدة لا لا احنا من اللي خواص جبت الشكل اسف الرباعي الدائري بكل زاويتين قدام بعض مجموعهم 180 درجة، فزاوية ب لما تجمعها على زاوية د هما الاتنين بيكملوا بعض مجموعهم 180، فيبقى دال دي بكام؟ ب80، يبقى الحتة دي ب50 مش ب100. احنا بقى يا شباب ب100، نجمع ال100 زائد ال30 تبقى 130، ونطرحهم من 180. انا طرحت ليه من 180؟ لان الزاويتين قدام بعض بيكملوا بعض، فتبقى ب50. فهمناها؟ الشكل رقم 3. نبص كده، اول حاجة هنلاقي ان الزاوية دي زيها، مش على نفس الجهة اهو، في نفس الجهة، وان رباعي دائري، يبقى دي ب25 تبقى دي ب25، هنلاقي ان دي ب44 تبقى دي برضو كام؟ 44. بس ممكن بس دي واجه ماشي، عايزين نجيب باقي الزوايا. اقدر اجيب الزاوية دي كده اللي هي باقي الالف، وزاوية الف وزاوية جيم كلها مجموعهم كام؟ 180، بيكملوا بعض. يبقى أنا لو طرحت 180 ناقص ال25 وال65 وال44 هيديني كام؟ 65 و25 90، 90 و44 ناقص 180 يبقى فاضل لي 46، يبقى الحتة دي كام؟ 46 اللي احنا قاعدين عايزينها دي، دي كده 46، دي ب46 تبقى دي زيها برضو ب46. طيب دي ب65 تبقى دي زيها ب65.
خلص السؤال. هي دي خواص الشكل يا شباب، انا بشتغل على خواص الشكل، ما بشتغلش على اي حاجه تاني. طب اخر حاجه السؤال رقم 4، حلتيه ولا لاقي منه؟ حلتيه ولا لاقي؟ بس لسه انا ملحقتش حلو، بس حلو دلوقتي. طيب هو فكرته سهلة جدا، هو بيقول ده مثلث متساوي الساقين، تستفاد ايه منه؟ ده مثلث متساوي الساقين، يعني الساق ده بيساوي الساق ده. بتساوي ألف ب ألف ب واو بيساوي قياس زاوية ألف واو ب. هو خلي بالك ان لا المثلث معلش، الكبير ده المثلث ذو الساقين، ده ألف ب ج بيساوي ألف ج ب، يبقى اه قياس يعني زاوية الزاوية ب دي بتساوي كلها، الزاوية دي، قياس زاوية ب كلها بتساوي كل 70 درجة. تمام، كل باب 70، يبقى نقدر طب نجيب الزاوية دي ولا لا؟ وقياس زاوية ألف د واو بيساوي برضه 70، لأنها مشتركة مع بعض في ضلع ألف ألف ب. حاجة خلينا نجيب الأول الزاوية دي من المثلث، عندك دي كلها 70 وعندك دي كلها ب 70، يبقى 70 و70 140، تبقى دي ب 40، 40 درجة. يبقى طالما دي ب 40 يبقى فعلا الزاوية ده برضو بكام؟ 40 ب 40. 40 بس خلص، هو مش هنجيبها من غير كده، خطوتين. اللي بعده، يلا الشكل واحد يا اسلام، جيب 86، يبقى عندي بقى أنا بكام؟ سؤال، بس أخد سكرين. عايز سكرين نفس السؤال ده؟ انا كنت خلاص عملته، بس بقول لحضرتك بس تستني دقيقة ثانية كده، بس بعد الحل المسألة عشان الحق اخد سكرين. ماشي، استنى.